إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم في باتشا مباشرة هنا من القاعة الريادية للمركب الريادي محمد الخامس، حيث كان من المتوقع إجراء المقابلة التي كانت تجمع بين منتخبي تونس الشقيق ومنتخب الجزائر. أكيد الكل كيعرف ملابسات انسحاب المنتخب، ماشي انسحاب وانما المنتخب الجزائري ما حضرش لمقابلة المنتخب الوطني المغربي، والاتحاد العربي يعني ارتأى ان حسب القوانين والأنظمة ارتأى ان المنتخب الجزائري مهزوم امام المنتخب الوطني المغربي بحصة 10 أهداف لصفر في انتظار عقوبات على المنتخب الجزائري لكرة اليد. فكما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، منتخب تونس يعني استغل الفرصة، استغل غياب المنتخب الجزائري. أكيد مشاهدي قناة شوف تيفي، فالمنتخب التونسي يعتبر فائزا في هذه المباراة بحصة 10 أهداف لصفر في انتظار القرارات التأديبية من طرف الاتحاد العربي. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، المنتخب التونسي فهم مستمتعين من خلال الحصة التدريبية لكي يجروا في هذه اللحظات، وكذلك يعني المدرب التونسي فهو برمج مباراة يعني بين أعضاء منتخب تونسي، فهناك من يرتدي اللون البرتقالي وهناك من يحتفظ باللون الأخضر. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، فجميع الظروف هي كانت متاحة من أجل تواجد منتخب الجزائر لإجراء هذه المقابلة. فهنا الأمر يختلف، فذكرنا بأن يمكن ان السبق ديال المنتخب الجزائري او الاتحاديه الجزائريه، فيمكن ان السبق تكون هي اللعب ضد المغرب، لكن الان فهو المشكل ولا ابعد من ذلك، ولينا كنشوفوا يعني انسحاب كلي يعني من المنافسه العربيه. واش يعني يعني ولينا كنسمع الزوم نبقاو نذكروا نفس الكلمه، واش الكابراناس يعني بغاو المنتخبات ديالهم الفرق ديالهم انهم يلعبوا في مجره اخرى غير الكره الارضيه؟ فهذا امر مستبعد. فيمكن ان بصراحه المنتخبات كلها الافريقيه والعربيه فهي منضويه تحت لواء اتحادات قاريه وإقليمية، فما كنظنش أن هناك يعني اتحاد، يعني يمكن اتحاد الفضاء الناس اللي تفرجوا ديال النمر المقنع فهو كيعرف اتحاد مقاتلي الفضاء، يمكن أنهم يختاروه كوجهة يعني مستقبلية، لما لا؟ لأن كنشوفوا يعني بصراحه دوك الاسماء اللي كنعرفوهم حنا يعني على المستوى الريادي، فالجنرالات او كابرانات فهم كيطمسوا الهويه ديال هاد الابطال الرياديين الابطال العرب. لكن بصراحه يعني كنت اسفوا لا غالب يعني اللاعبين يعني رغم حبهم ويعني وإعطائهم تصريحات لوسائل الإعلام حول الظروف اللي لقاوها، لم استقبال لم أي شيء، فتيتأسفوا. لكن النظام عنده مسألة أخرى، كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، الجو الحماسي الجو السعيد ديال منتخب تونس يعني اللي سعيد بالتواجد ديالو هنا.
Thank you.